السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احنا متابعين؟ يا رب تكونوا بألف صحة وفي أحسن حال. النهاردة بقى نعمل مع بعض فيديو جديد عبارة عن الكوبايات الغامضة أو كوبايات الحظ الغامضة. تمام، هنا معانا 10 أكواب كده، الأرقام أهو من 1 لحد 10. تمام، هنا بقى كل واحد فيهم هيختار رقم، هيقول الرقم، والرقم اللي هيقوله هيفتحه ويشوف حظه فيه. يلا يا معاذ اختار رقم. ها؟ 6. رقم 6. لا خلاص، اطرح عليا اطرح عليا. فاضي؟ حظه رقم ايه؟ رقم 2. 2؟ لا انا مش دور دور ده فور. لا لا اختار، يا انا اختار الفور. يلا تعالي افتحي، انا اختار الفور. الفور؟ اه يلا. مصاصة يا جماعة، طلع لي مصاصة. قوم اهي، معاذ طلع له فاضي، ومريم طلع لها مصاصة، وانا اشوف بقى انا حظي يطلع في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا وقتي هي الارقام دي اللي موجودة معانا. انا هختار باذن الله، اختار رقم 3. مع اني مش بحبه بس ماشي. يلا تعالى معاذ، يلا يا معاذ هتختار رقم ايه؟ خايف اللي يطلع فاضي. لا لا ما تقلقش، رقم ان شاء الله يطلع لك فاضي. 7. الحمد لله شغله طيب حلو تمام، احسن من فاضي. مين تاني عليه الدور؟ مريم. تعالي يا مريم، تختاري رقم ايه يا مريومة؟ في عندك 1 و 2. عايزة 2؟ طب يلا تعالي اهو 2 ده. لا مش 1. يلا يا اختي دلوقتي. بس يا مريم اختار رقم 1. بسم الله الرحمن الرحيم. شوكولاته بالمارشميلو، حلو جميل. و 8 و 9 اختار رقم، اختار رقم 10. يلا بسم الله. لا بقى حرام تاني مرة ليه؟ طلع له فاضي. يلا يا مريومة انت أنا. انت يلا اختار في 7. لا هو خلاص اتخذت في 5. طب اختار 5. وفي 8 وفي 9. اختار 5. فايف اهو، فايف مريومة. محظوظة يا مريم. يلا معاذ فاضل انا وانت بقى، اختار بقى. هاي اختار انت الايت والتن والناين. ايت وناين. بسم الله الرحمن الرحيم، اختار من قدامي كده. طلع لي جنيه. حلو حلو حلو، مش بطال. انت اللي عليك الدور. ناين. يلا مبروك عليك معاذ، طلع له 200 جنيه وبونبونيه. حلو قوي، والباقي فاضي صح؟ يعني اجيب اكل وخدمين واحلي. انا بقى طلع لي الجنيه، طلع لي البسكويت ده، وطلع لي المشروب. تمام، وهنا مريم طلع لها المصاصه اللي بتاكلها دي، وطلع لها ايه؟ طلع لها المصاصه اللي اكلتها والنعناع دوت، وطلع لها البالون. ومعاذ هو صاحب الحظ النهارده. ولو يا جماعه عجبكم الفيديو الخفيف دوت، قولوا لي فكره الفيديو ده، ما تنسوش تحطوا لنا لايك واشتراك القناه وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد، ونشوفكم فيديو تاني جديد. ومع السلامه.